السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ انا محمد شلبي زميلكم في انا في الدفعه اول دفعه نظام ديول. يعني انا حاليا خلصت اكاديميك، هبدا الترم الثاني في سنه ثالثه. دي ماده الريسيرش، كان المفروض ان احنا شغالين فيها في سنه ثانيه، بس احنا جت موضوع ازمه الكورونا وكده وعملنا ابحاث في الاخر فما امتحناهاش. تمام، هي كانت 17 محاضره، وكنت بنزل لزمايلي اول باول كده لما بحضر المحاضرات حاجه زي شرح مبسط كده، علشان كان في ناس ما حضرتهاش، فحابب اكمل الشرح ده علشان لو حد فيكم هيسمعها او حد في الدفعات اللي بعد كده هيسمعه. يعني انا كنت شارح 14 محاضره من 17 دول، وكان فاضل 3 محاضرات بيتكلموا عن موضوع الايفيدنس بيزد ميديسن. دلوقتي المفروض ان انتوا سمعتوا المحاضرات اللي قبل كده، وديت فاضل المحاضره 15 و16 و17. تمام، هنبدا نتكلم على الايفيدنس بيزد ميديسن. العنوان معناه الطب المقرون بالدليل، يعني انا مش هعالج المريض بس على اساس خبرتي وكده، لا، ده انا لازم اكون مطلع واب تو ديت، اللي انا عارف المعلومات الجديده وكده، وقاري ابحاث وفاهم ايه بدائل العلاج وكل حاجه، بحيث اربط قرايتي. وعشان كده بيقول لك الدكتور بيفضل طول عمره يتعلم ويقرا جديد وكده، اربط اللي انا بتعلمه من المصادر المختلفه مع خبرتي كطبيب مع رغبات العيان. الثلاثه دول مع بعض كده اسمهم ايفيدنس بيزد ميديسن، الطب المقرون بالدليل. تمام، او انتجريشن اوف بيست ريسيرش ايفيدنس وذ كلينيكال اكسبيرتيز اند بيشنتس فاليوز. بيشنت فاليوز اللي هي يعني قيم المريض، بحترمها وبحترم رايه وهكذا. وزي ما قلنا الكلينيكال اكسبيرينس والريسيرش ايفيدنس اللي هو المعلومات اللي انا بطلع عليها اول باول. هنعيد نفس الكلام تاني، هو يعني كلامه بيبقى مكرر كتير في البرزنتيشن. In simple terms، برضو the current best evidence in decision making in medicine، يعني اللي هو كلام الأبحاث وكده اللي أنا بطلع عليه بدمجه مع كذا وكذا كذا وكذا، خبرة الدكتور والexpectations بتاعة المريض أو الفاليوز بتاعته. الخطوات بتاعة evidence based medicine لازم تكون عارفها كويس كعناوين بالذات، وفاهمها وعارف ترتيبها، ايه الخطوة الأولى والتانية والتالتة. هما 5 خطوات هنتكلم في أول presentation وتاني presentation عن الخطوة الأولى، وتالت presentation هنتكلم عن 4 خطوات التانيين. يعني هي أما خطوة أولى نقعد نرغي فيها كتير شوية. أول واحدة ask the question، اللي أنا بسأل المريض أسئلة علشان أبدأ أشوف إزاي هروح أطلع على النت على المعلومات، أو أروح أشوف المصادر المختلفة. فكلامي مع المريض ده هيساعدني إن أنا أروح أطلع المعلومات بطريقة أسهل. بعتمد على نموذج اسمه البايكو دي مش عايز ارغي فيها دلوقتي، هنرغي فيها بعد شويه. هو كل حرف بيانديكيت حاجه معينه، بي بيشنت مثلا، اي انترفينشن اللي انا هعمله، السي الكومباريزون بين الانترفينشن اللي انا عايز اعمله انترفينشن تاني، والاو اوتكم او الحاجه انا متوقعها كنتيجه للانترفينشن اللي عملته ده. تمام، هنتكلم على كل حاجه بالتفصيل. يعني انا بقول نبذه سريعه كده، الاكوير الايفيدنس، يعني ازاي هحصل على الايفيدنس من عن طريق النت، المفروض ابحث ازاي، ايه المصادر اللي ممكن عندي غير النت كمان، ممكن تكست بوك او كده، الحاجات اللي هرجع لها. بعد كده بعمل ابريزل للايفيدنس، عارف لما يقول لك سيلف ابريزل، تقدير الذات، فابريزل الايفيدنس اشوف اقدر الايفيدنس اللي انا طلعته من المصادر المختلفه ده هل ينفع اطبقه على البيشنت بتاعي ولا لا، وهل هو مفيد ولا لا فعلا وكده. يعني بقدر الفايدة اللي هطلع منها بي او منه بيها، معلش، او الضرر اللي هيعود عليا منه. ورابع حاجة ابلاي، ببدا انفذ الكلام ده على البيشنت فعلا، اللي انا ادمج الثلاث حاجات مع بعض زي ما قلنا بتاعت الايفيدنس بيزد ميديسن واطبقها على المريض. وخمس حاجة السيلف ايفالويشن، اشوف بقى اللي انا عملته ده هل كان فعلا صح ولا كان غلط ولا ايه، عشان استفيد منه كاكسبيرينس للمرات الجاية. تمام، ده برضو عايد نفس الخطوات، ask acquire appraise apply audit evaluate. يعني تمام، انا عايز يعني خليني اسرع عشان ما اضيع لكوش وقت. هدف الـ evidence based medicine، ايه الجولز بتاعت الايفيدنس بيزد ميديسن او كده، يعني كلام منطقي جدا. ان انا احسن صحه المريض، امبروف الهيلث اوف بيبل، او اعمل بريفنشن اصلا ان حاجه تحصل، لو راجل عنده مرض مثلا هيؤدي لحاجه تانية انا بريفنتت. ومن خلال الايفيدنس بيزد ميديسن بكون ابديتد للحاجات الجديده، بحيث لو انا بستخدم انترفينشن معينه او بعمل حاجه معينه كاجراء او كدواء مختاره للمريض، ممكن الدواء ده خلاص يعني اثبت ان هو غير جيد او اتلغى خلاص، فاطلاعي المستمر هيعرفني ايه البدائل للدواء ده اللي هتكون افضل ان انا اطبقها مع المريض وكده. هو ليه مهم؟
بيعرفك الطرق الجديده في معالجه الامراض حتى الشائعه، مثلا البرونكيال ازمه، الازمه التنفسيه ايه دلوقتي اللي بستخدمه واللي كنت بستخدمه قبل كده ليه بقى سيء وكده يعني. وتاني جمله ديت بيقول لك ان الكلينيشنز اجمعوا ان دكتور بخبره وما عندوش معلومات، عنده خبره بس في التعامل مع المريض، ده يعني ايه مش هيستفيد بالخبره بتاعته دي، او هيطبقها غلط غالبا لانه هيستخدم انترفينشنز قديمه وممكن تكون حاجات خلاص اوت اوف ديت، ما حدش بيستخدمها او اثبتت ان هي يعني ايه ضررها اكبر من فائدتها. How much evidence based medicine is actually being applied؟ هو اكيد ليه limitations او كده، او حاجات هتصعب ان احنا نطبقه. تمام، lack of time، زي ما بيقولك ده lack of time، يعني انت عشان تقعد تبحث عن مع مريض عن حالته والبدائل بتاعته وكده، ده دوشة طويلة يعني محدش هيبقى عنده الوقت لده. و out of date text books، المصادر نفسها مش متوفرة او بتدور في مصادر غلط او كده. و disorganization of up to date journals، journals معروف ان هي جرايد بتجمع الابحاث اللي نازلة جديدة، ولكن علشان تبدأ تتوجه للجرايد ديت هتوه يعني، الدنيا مش بتبقى مترتبة فيها قوي، فمحتاج مجهود كبير جدا. تمام، فممكن تكسل او يعني تبقى في غنى عن المجهود ده، مش دايما هتعرف ترجع للتكست بوكس وكده. evidence increasing so rapidly we need better skills to keep up. يعني هو هدف الكورس ده شويه او الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه ان هو يساعدك ازاي تعرف توصل للايفيدنس او الدليل علشان تختار الانترفينشن اللي انت تعمله مع المريض، يعني بيسهل عليك انك توصل للمعلومه شويه او يقولك الطريقه بالظبط ايه. benefits of adopting evidence-based medicine، برضو كلام إنشاء أو كلام منطقي، هي minimize the errors in patient care، طبيعي اللي أنا لو لما ألاقي الانترفينشن الجديدة واستغنى عن الانترفينشن القديمة هقلل الأخطاء اللي ممكن تحصل، هيقلل الكوست بتاعت التريتمنت، ممكن أكون بستخدم أو يكون في دليل يعني وسيلة لعلاج المريض طلعت جديدة تكون أوفر أو أسهل. تمام، فهيقلل التكلفة العلاج وكده. اوبتمايز الكواليتي اوف بيشنت كير، اكيد هيحسن من الحاله الصحيه للمريض لما استخدم معاه حاجات ابديتد. سكيلز ليرنت ان براكتسنج ايفيدنس بيزنس ميديسن ار ذا فيري سيم وانز نيدد فور بينج ا لايف لونج سيلف دايركتد ليرنر. انت عارف انك طبعا كدكتور بتفضل تتعلم وكده طول حياتك. تمام، فلما ما تعتمد على الايفيدنس بيزد ميديسن ده هيحسن من ممارستك الطب. habit of accessing accessing literature on a daily basis is the best guarantor، مش عارف يعني ايه، بس نفس الكلام يعني بينشور انك دايما تكون knowledgeable وعندك scientific progress على طول، بحيث يكون ده في صالح صحة المرضى وكده. يعني هو برضو الأسئلة بتيجي يعني منطقية غالبا، اللي هو مثلا evidence based medicine is useful for، ويعطي لك حاجات حلوة وحاجة وحشة، او يعكس لك ميزة من مزاياه. تمام، فاسئلة ان شاء الله تبقى مباشرة. يعني هنا بقى بيتكلم عن ال hierarchy of evidence، ان احنا عملنا هرم، الهرم ده هيبقى بتصعد فيه من البيز للإيبكس. الهرم هتيجي صورته كمان شوية، يعني ان احنا عندنا مصادر كتير عشان نجيب الإيفيدنس او الدليل الطبي على الانترفينشن اللي انا هعمله ده، وهل يعني مدى فايدته او مدى ضرره وكده. تمام، فاحنا عندنا كذا حاجة ممكن نرجع لها جمعناها في الشكل الهرمي ده اهو. اول حاجه الباك جراوند انفورميشن او اكسبيرت اوبينيون، اللي هي من تحت، بنبدا من تحت، دي اضعف حاجه، وقمه الهرم دي اقوى حاجه ممكن ترجع لها، بس مش دايما قمه الهرم بتبقى متوفره. يعني انت ممكن تكون بتعالج مريض بحاله مرضيه معينه وما عندكش مثلا غير الباك جراوند انفورميشن اللي تقدر ترجع لها. تمام، فالباك جراوند انفورميشن اللي هي خبره زمايلك او خبره اخصائي كبير انت عارفه ممكن تتواصل معاه، تمام، بناء على تجاربه السابقه. بعد كده الكيس سيريز والكيس ريبورتس، دي المفروض اتكلمنا عنها قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، وهي والكيس كنترول والكوهورت. عندنا الراندومايزد كنترول ترايلز، دي اخر ثلاثة فوق دول يعني حاجة عظيمة جدا، لو انت راجع جبت الايفيدنس منهم فالايفيدنس ده يبقى قوي جدا انك تستخدمه في علاج المريض. عندنا الراندومايزد كنترول ترايلز، اللي انا بجيب مجموعة من الناس بشكل عشوائي وببدا اطبق عليهم الانترفينشن معين، ده طريقة عمايله، لكن يعني
طب كملوا معايا كده. انا بجيب مجموعه من الناس بقسمهم جروبين او اكتر، ببدا اطبق على ناس الدواء الجديد اللي انا مثلا اكتشفته او الانترفينشن يعني قد تكون عمليه او كده، ومجموعه تانية من الناس بطبق عليهم الحاجه القديمه او مش بطبق عليهم حاجه خالص، يعني مثلا بدل ده ميديسن جديد وده نو ميديسن خالص، وبشوف الدواء اللي انا اخترعته الجديد ده مدى فايدته كده، ولو هو حقق فعلا نجاح وفايده فهتبقى دي عباره عن راندومايزد كنترولد ترايل، يقدر الدكاتره في البراكتس بتاعهم ممارستهم للطب يرجعوا له ويعتمدوا عليه ويستخدموه كانترفينشن يعني. تمام. فالايفيدنس التجربه اللي انا استفيد من التجربه واطبقها في الحياه العمليه بقى، فانا كده استخدمت الايفيدنس بيزد ميديسن. فالراندومايزد كنترولد ترايل دي حاجه رائعه. عندنا اعلى حاجتين بقى اللي هما سيستماتيك ريفيو وميتا اناليسيس، مش عايز اتعمق يعني، هما مش عليكم، بس هما يعني مرتبطين جدا ببعض. سيستماتيك ريفيو دي ان مثلا انا عندي 100 بحث 100 ريسيرش على النت عن البرونكيال ازمه، تمام، هاجي اجيب ال 100 بحث دول واحاول اعمل منهم بحث واحد بيشاملهم كلهم، اكيد مش كوبي بيست يعني، لا انا باخد الكونسبت في ده والكونسبت في ده والكونسبت في ده واجمعهم كلهم في بحث واحد، فده كده اسمها سيستماتيك ريفيو. ده من افضل انواع الابحاث، مش بعتمد فيه بقى على الاحتكاك مع المرضى وكده، لا ده انا بجمع معلومات من ابحاث مختلفه. احنا عارفين البحث بيبقى فيه جزء رياضيات او ستاتستكس احصائيات، فالستاتستكس لما اجمع الستاتستكس هنا وهنا وهنا بطلع بميتا اناليسيس، يعني الميتا اناليسيس تعتبر جزء من السيستماتيك ريفيو. هنا بيتكلم على الراندومايزد كنترول ترايل اللي انا قلت لكم لا جروب وجروب وجروب اطبق عليه الانترفينشن وجروب لا وكده، is considered to provide the most reliable evidence، يعني هو من افضل الحاجات. بيمينيمايز الريسك اوف كونفاوندنج فاكتورز انفلونسينج ذا ريزلتس، يعني لما انا استخدم انترفينشن معينه لو انا اعتمدت في الايفيدنس بتاع الراندومايزد كنترول ترايل ده بيقلل اللي ممكن عوامل خارجيه تاثر على نتيجه الانترفينشن اللي انا عامله، يعني زي مثلا سايد افكتس بتاعت الدواء، يعني مش هلاقي سايد افكت انا مش متوقعها، لا انا هبقى عارف كل الاحتمالات اللي موجوده عن طريق الراندومايزد كنترول ترايل ده. نفس الكلام، why do we need randomized controlled trials؟ هنا بيقولك يعني مثال عن فعلا ليه مهم الراندوميزد كنترول ترايلز دي، بيقولك ان كان في دواء طلع انتي اريزميتك للاريزميا بتاعه القلب بيعالجها وكده، وكانوا لقوه ناجح جدا، بس لما عملوا الار سي تي او الراندوميزد كنترول ترايل دي اتضح ان هو بيزود معدلات الوفاه وان هو مش كويس، او كويس على المدى القريب بس لكن على المدى البعيد مش تمام، فطبعا وقفوا استخدامه بناء على الايفيدنس بيزد ميديسن. ترانزيشنال ريسيرش، احنا المفروض في ناس بتعمل ريسيرش وكده، ده في اللاب او دي مجرد تجارب، علشان اطبق التجارب ديت وترجمها للطب اللي انا بمارسه فده اسمه ترانزليشن يعني من الاخر بترجم نتاج الابحاث في ممارستي للطب. ده بيبقى عن طريق ايه؟ عن طريق يعني خبراء وكده، هنقول الكلام ده دلوقتي. It is a process of applying knowledge from basic biology and the clinical trials اللي هي الأبحاث to techniques and tools عشان أصنع أدوات أو techniques معينة في العمليات وكده أقدر أطبقها على المرضى. Address critical medical needs، بتقابل المتطلبات الطبية في المستشفيات. It uses an integrated team of experts، بستخدم خبراء بيركزوا على translating useful information from laboratories اللي هي يعني التجارب اللي معمولة لعيادات الدكاترة والمستشفيات وكده. بيقولك بيطلق عليها bench to bedside. bench to bedside دي يعني bench دي كان هو الاحتياطي أو دكة الاحتياطي زي في الكورة كده، ببدأ أخرج الحاجات اللي أنا اكتشفتها عن طريق الأبحاث من دكة الاحتياطي أنزلها الملاعب أو أطبقها عندنا هنا في المستشفيات. For transition of new information from research bench، نفس الكلام بيعيده. There is hardly a field of medicine where science have not changed the practice of medicine. Example effect of knowledge gained from vaccine research on smallpox. بيقولك ان مفيش حاجه في الطب ما تاثرتش بالابحاث دي او ما استفادتش منها، وبيقول اكزامبل على كده انتوا عارفين كان في مرض اسمه smallpox او الجدري، ده غير الجدري المائي، الجدري المائي تقريبا chickenpox حاجه تانية كده، او
مش متذكر، وفاروسيلا زوستر. لكن سمول بوكس ده كان مرض اختفى من سنين كتير جدا، عن طريق الايفيدنس او الابحاث اللي عملوها اكتشفوا عن طريقها الفاكسين، واي فاكسين بيبقى كده، طبقوه على المرضى وقضوا تقريبا على السمول بوكس. ده ما بقاش موجود ولا ليه حالات خلاص دلوقتي، وكان مرض بشع جدا، ممكن تشوفوا صور المرضى بتوعه على النت، يعني بقى عندهم تشوهات جلديه فظيعه. اهميه الايفيدنس بيزد ميديسن، كلام انشا كله متوقع يعني. هو كانت كريتيكال ريد ستادي، بيقول لك ان الدكتور اللي ما يقدرش يقرا ستادي او يجيب الايفيدنس ده ما يقدرش حتى يقيس الضغط او يشخص او يفحص مريض قلب او كده. يعني بيقول لك مدى اهميه الايفيدنس بيزد ميديسن، ماست بي اوير اوف ذير ريسبونسبيلتي تو مينتين. ان اي برضو نفس الكلام، ان طالب الطب او الدكتور لازم دايما يكون بيتعلم معلومات جديده ودايما مطلع على احدث الابحاث وكده، علشان يقدر يطبق على المريض ويخرج بيها بهاي كواليتي اوف لايف. يعني what skills will you need to keep up to date with the best evidence؟ المهارات اللي مطلوب تكون عندك علشان تعرف تستخدم الايفيدنس بيزد ميديسن، انك تعرف تجيب الايفيدنس مور افيشنتلي، يعني تقدر تبحث على ازاي على النت عشان تجيب الايفيدنس بتاعك، تو ابريز ذا كواليتي اوف ذا ايفيدنس، اللي هي دي الخطوه مش فاكر الثانيه والثالثه هنعرف دلوقتي، يعني ان انت تقدر مدى صحه الايفيدنس اللي انت لقيته ده، هل هو كويس ولا لا فعلا، وتو يوز جود كواليتي ايفيدنس مور سيستماتيكلي، يعني هترجع للحاجات القريبه من قمه الهرم طالما متوفر عندك. ده بيقول لك معلومتين بساط، ان نص الفاليد ايفيدنس دلوقتي، يعني الابحاث الاب تو ديت حاليا النهارده، بعد 5 سنين نصها مش هيبقى فاليد، هيبقى مش تمام، وان نص الفاليد ايفيدنس دلوقتي برضو مش بيتطبقوا، يعني ما حدش بيستخدمه في الطب او بيعتمدوا على حاجات قديمه. دي كده اول برزنتيشن، فاضل 2 كمان.